ثالثة اتصل علي كفيف يدرس في جازان مكفوفين، قال يا سلام أنا كفيف ومديون ب40,000 بنك الرياض، ورحت أبغى أقابل مولاي خادم الحرمين الشريفين وطردوني الحرس الملكي، قالوا الملك ما يقابل مكفوفين. قلت ايش؟ قال والله هم قالوا لي كذا. قلت اسمع، أنت تخاطب الملك كوالدك وتقول يا والدي أنا كفيف وما اخترت أني أكون كفيف، وإذا كان الله أنعم عليك بنعمة البصر فأرجو الله أن يديمها عليك، وأنا تقبلت قضاء الله وقدره علي بأني أكون كفيف. جيت إلى بلاطك أبي أعرض عليك مشكلتي وحالي، وأهنت على بابك وطردت، ومن الذل والقهر رميت عقالي على البلاط. ووقف قال الكلمتين وأنا انفلت على الموظف اللي على البوابة. قلت أنت يا من تقف على أبواب خادم الحرمين الشريفين أيا كانت رتبتك، جندي أو فريق سود الله وجهك، لأنك من البطانة الفاسدة اللي ندعي عليها كل جمعة. قلت هذا الكلام نعم على الهواء. خادم الحرمين الشريفين أعطى هؤلاء الصدارة في الوظائف والصدارة في المواقف والصدارة في الحياة والصدارة في المعاملة والصدارة في كل شيء، وعلماءنا أكثرهم يستقبلهم الملك ويعينهم مكفوفين. كيف تزعم وتدعي أن الملك وجهك أنه ما يستقبل مكفوفين؟ هذا كلام لا يليق أن ينقل عن الملك، ولا يليق أن تزعم أنت وتحسبه وتنسبه إلى, 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 إلى مولاي خادم الحرمين. فأعيد عليك مرة ثانية، سود الله وجهك لأنك من البطانة الفاسدة. انتهت الحلقة وإذا بالدنيا تنقلب في الكنترول، هرج ومرج والدنيا تجمعت، والحرس الوطني على البوابة القريبة الداخلية جو. فأنا قلت يا ولد الزيد جبت العيد، لكن والله كلمة حق يعني بيني وبين نفسك أحاول أبرر لنفسي. فخرجت إيش الموضوع يا جماعة؟ قالوا الديوان الملكي. قلت يا أنا داري بس وش الموضوع؟ وش الموضوع؟ قالوا الموضوع وزير الملك يحاول أن يتداخل على الهواء وما قدر يوصل عشان التليفونات كلها مشغولة، ما شاء الله، والآن هذه أرقامه ينتظر اتصالك. من هو؟ قالوا معالي رئيس شؤون المواطنين محمد بن سويل. مساك الله بالخير أبو مشاري، أهلا وسهلا ومرحبا، أنتم مش فيها خطوطكم؟ قلت والله المواطنين ما شو نسوي، خطوط العالم كلها بتتصل وكلها بتعرض مشاكلها. قال على كل حال احنا بغيناكم على موضوعين، الموضوع الأول حلينا، لما ما قدرنا ندخل معكم هاتفيا حلينا اللي هو الشخص نفسه، وصلنا له عن طريق الأجهزة الأمنية ولقيناهم 5 أشخاص يحملوا نفس الاسم، طلع واحد فيهم الكفيف وقال أنا، وأنا اللي طلعت وبلغنا رسالة الملك وهي كالتالي: الملك هو الذي يدعوك ويتشرف باستقبالك، وتم الحجز لك في الرياض، والديوان الملكي سيستقبلك بسيارته في المطار، وستقابل الملك غدا الساعة 1:30 الظهر، وحاجتك مقضية قبل لا تدخل عليه. الملك هو اللي يدعوك، هو اللي يطلب لقائك بعد ما كنت أنت اللي تطلب لقائه. شوف الرسالة العظيمة اللي حب الملك يوصلها للأمة وللمسؤولين، مي بسيطة مي سهلة، يبي يقول شيء فيها إنه يا جماعة الخير ترى احنا ما وجدنا ولا جلسنا على هالكراسي حتى نترفع عن الناس، حنا وجدنا عشان نخدمهم، فما بالك بكفيف جاي على بابنا لجأ لنا لحاجة. فكانت رسالة يعني عظيمة وأعطتني قوة. قلت والثانية؟ قالوا الثانية توجيه ملكي، من هذه اللحظة تعلن على الهواء أن هذا البرنامج يتابعه الملك شخصيا وهو تحت إشراف الملك مباشرة، وكل من يظهر مع سلامة زيد يقابل الملك، كل من يظهر، قال كل من يظهر لا يراجع أي مسؤول، كل ما عليك بالفاكس تزودنا بأسمائهم وأرقام جوالاتهم وكثر خيرك وترك الباقي علينا. فكان فتح عظيم بالنسبة لي، تذكرت فيه جبر حجات رحمة الله عليه والحلم اللي عاش في ذهني من عام 421-22 وتحقق عام 28. جت بعدها طبعا محطة